يطمح منتخب البرازيل وأوروغواي للمضي قدما في كوبا أمريكا 2024 والتأهل للمربع الذهبي حينما يلتقيان في دور الثمانية للمسابقة. راقصو السامبا لم يكن تأهلهم للأدوار الإقصائية بالأمر السهل بعدما بدأوا مسيرتهم في المجموعة الرابعة بالتعادل مع كوستاريكا قبل الفوز على باراغواي والتعادل مع كولومبيا، ليكتفوا بالحصول على وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط. ويفتقد الفريق لخدمات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي يغيب بسبب إيقافه مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثاني في لقاء كولومبيا. وعلى النقيض تماماً تحلم أوروغواي بمواصلة أدائها المتميز في النسخة الحالية بعد تصدرها ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط محققة العلامة الكاملة. وخلال مشوارها في مرحلة المجموعات أحرز منتخب أوروغواي 9 أهداف ليصبح الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف في الدور الأول بالمسابقة، فيما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً فقط. ويأمل الفريق في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2011 بالأرجنتين، لكن يتعين عليه أولاً اجتياز عقبة العملاق البرازيلي في دور الثمانية الذي فشل الفريق في عبوره خلال المرات الثلاث الأخيرة التي شارك فيها بهذا الدور.